السلام عليكم. ألو، أتركني السلام بالكلام عليكم. للشيعة فضلا، تفضل معايا. سجاد من العراق. سجاد العراق، شيعي ولا سني يا سجاد؟ شيعي. سؤالك في العصمة وإثباتها، تفضل. أستاذ أشرف، عندي سؤال إليك وأترك التشيع. لا، مش عايزك تترك التشيع، هقفل في وشك التليفون لو قلت الكلام ده تاني. عندك سؤال مرحب بيك، هتهرج، هقفل في وشك التليفون. عندك إثبات في العصمة، اتفضل. نعم، إنما يريد الله يتوب عليكم من دش أهل البيت وتعالكم تطهير. من فسرها من أهل البيت إنها دليل على العصمة؟ فسرها في الإمام علي عليه السلام. اديني يلا، أين قال الإمام علي؟ أعتقد الرواية في البحار والأنوار. طلعها لي أستاذ الفاضل، بس. تفضل طلع لي الرواية من بحر الأنوار إن الإمام علي فسر هذه الآية بالعصمة، تفضل. فقط راح اغلق الخط واطلعها واتصل منك. لا أنت معايا على الخط، خليك تقولك ليه؟ يمكن ما لا، تعرفش مو تصلي احتاج تاني. وقت كبير. لا مش مشكلة، مش وقت كبير ولا حاجة، ده في ثواني يعني. يلا اتفضل. لا، وقت كبير. لا، طب فضل. براحتك، روح دور وتعالى يا سجاد.